والحقيقة النهاردة بنتفقد الحقيقة بحق صروح صناعية عملاقة في قطاع صناعة الأدوية في مصر. والحقيقة يمكن عشان هذا القطاع بالذات تحديداً الفترة الأخيرة بيثار يعني كلام على كان في مشكلة الدواء، وهذا الرأي اللي بيتقال. احنا النهاردة الحقيقة صناعة الدواء في مصر صناعة تاريخية وعملاقة بقالها أكتر من 100 سنة. والنهاردة يمكن أنا بس حدي شوية أرقام، آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنع جديد لمصانع الأدوية، بحيث خلى دلوقتي إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنع. مصانع مستحضرات التجميل آخر 3 سنين 33 مصنع جديد، وبقى عندنا في مصر 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنع مستلزمات طبية والأجهزة وكل الحاجات دي. ده بالإضافة بقى لمجموعة أخرى مهمة جدا جدا جدا، وهو 4 مصانع جديدة النهاردة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية اللي بتدخل بقى في صناعة الدواء. النهاردة عشان يعني كل مواطن يبقى عارف إن من 100 دواء أو 100 علبة بتنتج في مصر 91% منهم بينتجوا جوه مصر. يعني من كل 100 علبة دواء موجودة في مصر 91 علبة موجودين في مصر، وتسعة هما اللي بيستوردوا بالكامل، ودول في أدوية متقدمة جدا زي أدوية الأبرام وبعض الأدوية الأخرى اللي احنا بنسعى النهاردة ان برضو نوطن هذه الصناعة هنا في مصر.